بعد ما خلصنا المباراة الثانية هنبدأ المباراة الثالثة الحين ما بين مجموعة برشلونة يمتلكون من نقاط 11 نقطة، مجموعة السيتي يمتلكون 7 نقاط، السيتي لو فاز هيصير 10 كده. الدوري هيكون يا كابتن سعد دوري سبايسي، اتفضل معايا يلا. طبعا اولا الامور اللي بتابعونا معلش اخرنا اليوم، العدد واجد عندي في الاكاديميه لمجموعه البراعم عشان نخلص الدوري قبل الاختبارات بس. برشلونه المباراه ما بينكم. ها سلام ورحمه الله وبركاته. العب العب، امشي يا يوسف امشي يوسف، الرابع يجي يا عيال، الرابع يا متعب معلش. يلا 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 اطلع بره يا سلمان، اطلع بره يا سلمان، برافو يا شريف، اضغط صح يا ادي يا احمد جدع، برافو يا ابو حميد، العب العب يا محمد العب. السيتي النهارده مروج، السيتي مروج، السيتي مروج، السيتي مروج، يا ساتر يا ساتر. مسك العب تاني محمد، اسحبه، برافو محمد تميم، برافو يا ادم، كمل يا عيال، برافو يا احمد، العب جدع يا لعيب يا لعيب، العب استلم ادم، امشي امشي لقدام، ما عليك منه، امشي روح تاني، روح حد يساعده يا عيال، حد يساعده يا عيال، والله هدف سريع انا لسه ما صورتش، والله السيتي تقدم 1-0. هل يتعادل برشلونة؟ الله أعلم. يا الله يا رجل جول، يا سلام على السيتي عملها، السيتي عملها، هي جول 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 ابو عياده اخيرا. ركز يوسف جدع، تعال اجيب له مويه يا محمود، هل يفعلوها؟ جول، يا نهار ابيض على الجمال، عملها ابو عياده وباقي دقيقه، هل فيها رومونتادا؟ الله اعلم. امشي يا احمد، يا الله، برافو، اوه لا فاول ولا فاول، فاول.